موضوع ما واش الموضوع اللي تكلم عليه الليلة؟ الموضوع انا وعدت اصلا لا الزم بالمواضيع، انا كنت نتكلم في البدايه على المواضيع. هو الموضوع الاساس هو ايران، العلاقات الجزائريه الايرانيه واش راه يدير النظام الجزائري. اذا عندك مداخله في شق اخر تفضل خويا. سمعتكم تتكلموا على الريف. ايه هذاك عنده علاقه، لانه في نفس اليوم تاع الزياره تاع الرئيس الايراني النظام الجزائري جاته الفكره العبقريه انه يفتتح تمثيليه تاع العرايه هذوك تاع جمهوريه الريف. وانت وشوقي راك حابني انا نامن باللي اتخذوا قرار من جا المطار، قال لهم لازم لكم تحلوا. شوف الايراني خويا خويا، شوف كي تكون عندك، كي تكون تسير في دوله راك ماكش تسير في سوبر مارشي، راه كلش لازم تحسب له. كيما شنقريحه كي راح رواندا، لو كان جينا في سوق الجمعه نورمال انك تتريح وتصدم، بصح كي تكون في اطار تاع دوله بمؤسساتها لازمك تكون تعرف السياق الاقليمي في المنطقه هذيك، وتعرف بانه زياره رواندا لازم تقابلها زياره الى جمهوريه الكونغو الديمقراطيه او لا تكون اصلا. هو راه خلق لنا ازمه مع الكونغو الديمقراطيه. دركا في القضيه تاع الريف هذه، الرئيس الايراني راهو في الجزائر الصباح هذه كاينه اتهامات انه النظام الجزائري عنده واحد العلاقات غير طبيعيه مع ايران، وانه ايران تدعم البوليساريو من هيه، وانه ايران حابه تدمر شمال افريقيا، وهذه حقيقه. النظام الجزائري في نفس الوقت تاع الزياره يستضيف العرايه تاع جمهوريه الريف. صح، هذه هي حقيقه. هذه وين كاين هذه الحقيقه؟ أنا مش تاجر الحقيقة. العلاقات الجزائرية الإيرانية علاقات عادية جدا. الرئيس هذاك يروح القطر ما نسمعوش دي الهضرة، يروح يدور يروح ما نسمعوش دي الهضرة. مين يجي عندنا راه باغي يدمر شمال إفريقيا. أنا ما مش... ما سمعتش، أنت جبت الكلام بلا زريعة. ما سمعتش في البداية أننا قلت أننا نقيم علاقات، مثلا أعطيت المثال بالسعودية. السعودية رغم العداوة مع إيران ولكنهم عادوا إلى علاقات، وأنا بالنسبة لي المنطق الصحيح هو أنه حتى كي تكون عندك عداوة مع بلد تخلي العلاقات الدبلوماسية وتتصرف بها، هذا هو الأساس. الدبلوماسية أصلا هي طريقة حضارية لأنك تقوم بحروب بطريقة حضارية. وجمهورية النظام الجزائري أنه تكون عنده علاقة مع إيران أمر طبيعي، المشكل هو في الطبيعة تاع الزيارة. أصلا هذا الرئيس الإيراني جا المنتدى الدول المصدرة للغاز وبقى في زيارة الدولة، ومن بعد في إطار تاع زيارة الدولة هذيك تبون على واش يحكي له. أي يقول له احنا عندنا رؤى متطابقة في قضية الصحراء. واش دخل جذبابات قضية الصحراء؟ وأصلا العالم كامل يتهم فينا بأنه إيران عبر الجزائر راهي تدعم في البوليساريو. درك انت راك تثبت في التهم هذه على نفسك. شوف البينة على من يدعى. انت داعي باللي راهي تجي وتدمر، لقد تجيب البروف ما تقوليش قالوا. وزيد هذه ماشي قالوا، هذا راه واقع، راني عطيتك مرضيات. اسمح لي، هذا الريف طريقة هي حضارية. أنا نشوفها المغرب راحوا للأمم المتحدة، هذا كهلال، وقال الجمهورية القبائل. خويا أعطاني العنوان تاع التمثيلية. حسنا أعطاني العنوان، أصبر أعطاني العنوان تاع تمثيلية حركة الماك في المغرب. وش من مدينة مدايرينها؟ تمثيلية حركة الماك ما عندكش فكره. فريق وجابوه للمغرب ولعب ماتش. خويا سؤالي واضح، هذيك في فرنسا وداروا حتى فريق تاع كل. قلت لك في المغرب، اعطيني العنوان تاع تمثيليه حركه الماك في المغرب. وين؟ في طنجة، في خريبكة، تمثيليه في حركه عيون. الماك تمثيليه. شوف حركه الماك لما تروح وتفتح لها في الرباط ولا في طنجة مثل ما راك، هذيك اسهل من اللي كتروح للأمم المتحدة وتقول لا ماشي أسهل، لأنه لما تفتح تمثيلية راك دخلت في راك فتحت الحرب مباشرة للأمم المتحدة وتتكلم. هذيك ما هذيك ماشي حرب، هذيك عادية. هذيك نروح أنا للأمم المتحدة. شكون قال لك عادية؟ هذيك منطق أصلا، أنا المنطق الدبلوماسي تاعها أنا ضد. رد فعل هو يقول لك رد فعل انك تساند البوليساريو، هو يقول لك رد فعل بصح حتى رد فعل تاع البوليساريو مؤسس في الاتحاد الافريقي.
او ماشي عود قضية المنافس البوليساريو، الاقليمي. راني قلت البوليساريو على الاقل النظام الجزائري، انني ماشي في الاطار هذا، قلت على الاقل كانوا يتخباو، يقول لك هذه قضية راهي مطروحة في الامم المتحدة وحنا رانا ندعموا ما حق الشعوب. يتخباوش، هذه حقيقة، ما يتخباو اصلا، حقيقة الدول لم ما يتخباوش. شوف اسبانيا راهي غيرت موقفها، فرنسا راهي تغير في موقفها، لا لا القضية لا، راهي فرنسا منتهية. هي أكدت على هذا. ونزيدك حاجة، على واش يجوا أكدت من الوزارة فرنسا؟ الخارجية، على واش أكدت الوزارة فرنسا؟ الخارجية يجوا على واش للمغرب أكدت؟ ويقولوها في المغرب، يقولوا في المغرب احنا رانا قول مع والله. الأمم. يا شوقي، البوليزاريو عضو مؤسس بالاتحاد الإفريقي، إذا قلت الجزائر لنا لم تدخل فرنسا هذا جماعة، الاتحاد الإفريقي. الناس راهي تسمع أخويا، راه كلامك يلزمك، واش راح نقول لك أنا؟ دقيقة أخويا ما تقلقش، بقى معنا، لا لا، مانيش مقلق زعما اغلق كلام. لك الميكروفون باش ما يرجعش الصوت برك خويا. دقيقة est existentielle pour le Maroc et pour tous les Marocains, et je l'ai redit à Monsieur le Ministre tout à l'heure, la France le sait. Cela guide d'ailleurs notre position sur le دوك sujet. نترجم يا Cette جماعة. position, elle est claire et constante, je veux peut-être la rappeler avec netteté. Comme le Maroc, la France veut une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous avons été le premier, je l'ai rappelé dans mon propos introductif, pays à soutenir le plan proposé par le Maroc en 2007, dans la continuité logique de cet engagement. Je le redis ici, il est temps d'avancer. Alors, il est temps d'avancer. حان الوقت لاننا نتقدم. هذا الكلام تاع وزير الخارجيه الفرنسي اللي قال لنا خونا باللي فرنسا راهي تدعم في البوليساريو في القرارات الامميه. هنا وزير الخارجيه الفرنسي هيمسالف شخصيا، تما خويا انت راك ابو لحيه، ابو لحيه خونا، يعرف الموقف الفرنسي خير من سيجورني وزير الخارجيه الفرنسي، اللي قال بأن فرنسا كانت أول بلد سنة 2007 يدعم خيار الحكم الذاتي في قضية الصحراء. هذا وزير الخارجية الفرنسي. خويا أنا على بالي باللي ماكرون يجي مسجد الجزائر وهو الرئيس الفعلي، وهو كما يقولوا بالعبارة الشعبية مول البلاي في الجزائر وديسكو ماغراب ومنا، بصح ماشي للدرجة أنك أنت أبو الحياة تعرف الموقف الفرنسي خير من وزير الخارجية الفرنسي. هذه باش نقولوها. وزيد الموقف الاسباني اللي تلا الموقف الفرنسي منذ سنه، اللي هو انه اسبانيا المستعمر التاريخي في المنطقه صارت تدعم خيار الحكم الذاتي. باش برك خويا انا راني نصحح لك المعطيات الموضوعيه، درك انت اعطينا موقفك، ما تتكلمش باسم فرنسا. تفضل خويا. يا اخي، انا ما تكلمت لا باسم فرنسا ولا باسم غير فرنسا. انا راني معليش غلطت انت في معلومه. لا لا، ما غلطتش خويا. البوليزاريو عضو مؤسس اخويا، خليك من معزوه لو طارتي الناس سمعت اللايف، راهو يا خليني كمل الجمله، امين خليني كمل في جمله، خلينا ما لا شوف، خليني كمل هضرتي برك شويه. قال اني غلطت، قال عادي الانسان فاش غلط في يا اخي. تفضل البوليزاريو، خليني نكمل هذه الجمله. ما هو موقف فرنسا؟ ما هو لا لا، ما رانيش نتكلم على فرنسا، راني نتكلم على البوليزاريو. ما كنتش تهضر على فرنسا من قبل؟ لا خليني نكمل جملتي. خلينا من ليش فرنسا. عندكم صعوبه في الاعتراف بالخطا، او ماشي عيب انك تعترف بالخطا؟ اي الناس كامل سمعتك، واش بك هذا؟ اللايف ما على باليش قدا فين بنادم، درك 1000 ولا 1500 بنادم راه صح. معليش نكمل، تفضل. البوليزاريو راهي عضو في الاتحاد الافريقي، يجي الممثل تاعها يجمع مع الممثل تاع المغرب. واسبانيا اللي راك تقول لي انت عليها، اسبانيا اللي اسبانيا المجال الجوي في الصحراء تمتلكه اسبانيا ماشي المغرب. شوف خويا، وقت اخر زياره تاع بيدرو سانشيز للمغرب؟ لا راهي في 9 شهور نورمالمون، راهي في عام. خويا المشكل تاعك ديجا راك ماكش مدير ميزاجور. اخر زياره راهي كانت منذ ايام، والله ماني قادر نزيد نجبد لك الفيديو وكلش. ومن مواضيع النقاش كان المجال الجوي اللي راك تتكلم عليه، راني نقول لك راهي اسبانيا. خليني درك نشرح خويا، درك راك تيري برك، راك ما تعرفش القضيه خويا، مش عيب ومش عيب. انا نعطيك المعطيات ومن بعد انت حاول تبني فكره، ومش عيب.
انا قلت لك راني نتابع لحظه بلحظه. والموقف الفرنسي نشرح لك حاجه، الموقف الفرنسي ماشي برك على عكس واش قلت انت. يا الموقف الفرنسي هو اولا انهم يدعموا خيار الحكم الذاتي منذ 2007. وزير الخارجيه الفرنسي منذ ايام لما راح للمغرب زاد قال كلمه، il faut avancer، لازم نتقدموا، ماذا ياتي بعد الاعتراف بخيار الحكم الذاتي. القضية واضحة، إسبانيا وزير الخارجية الإسباني ألغى زيارته إلى الجزائر لأن النظام الجزائري أصر على أنه طرح قضية الصحراء مع إسبانيا. إسبانيا رفضت الزيارة، ألغيت بعد بيدرو سانشيز. والحكومة الإسبانية كانت في المغرب منذ أيام، عندها أقل من أسبوع الآن. دونك القضايا هذه كامل، التحولات هذه اللي راهي تصرى، القضيه راهي تقريبا منتهيه. انتايا اصلا هذه هي قضيه مطروحه في الامم المتحده وكلش، فما بالك هادو عرايه تاع جمهوريه الريف، ام ربع عباد او ما كانش. خلاص كيفاش الجزائر تنزل للمستوى هذا؟ كيفاش بلادنا توصل للمستوى هذا؟ كيفاش حنا نضلوا نوزعوا في ملايير الدولارات على العرايه تاع العالم كامل؟ راه اموال الشعب هادو وين؟ والله يا شوقي صعب، معليش نتكلم. الضحكه تاعك خويا تقول كل شيء، تفضل خويا تفضل. لا الله يزيد فضلك. لا لا الضحكه تاعي راك تهضر لي في كلام تاع السوق كان اسمع تاع السوق، الكلام تاعك اللي تاع السوق. انا نجيب لك المعطيات المواقف. اسمع المواقف، شوف شوف صديقي، شوف من 2007 قول كلش المواقف جبتهم لك، المواقف الرسميه. جبت لك التصريح، تكلمت عن الموقف الفرنسي، جبت لك التصريح الرسمي. الكلام تاع السوق راهو الكلام تاع، وراني انا اللي راني نساير فيك وحاب نفهمك في الامور. تسمى كلام تاع السوق خليها عندك صديقي. لا لا غير ما تنرفاش، وصاي غير ما تنرفاش. على مرورك خويا العزيز. انا نتنرفى علاش؟ نتنرفى من انسان ما يقدرش يعترف اصلا. راني عاودت لك قدام مره، قلت لك راك غلط، الناس كامل راهي سمعت، اللايف راه مسجل. الموقف الفرنسي انت قلت لي باللي لا فرنسا راهي تدعم في الموقف الاممي. جبت لك الموقف الفرنسي واللي هو مش بعيد اصلا عن لكنه موقف منفرد. وزير الخارجيه الفرنسي هذا هو كلامه، مانيش انا اللي قلته. انا نحب برك واحد اللي يكون عنده واحد الجانب هكا تاع اني غلط خويا بصح هاو موقفي، ونكملوا النقاش ما كان حتى مشكل. هاو درك هضرنا على البطاطيش، يجيونا البطاطيش. معليش يا سيدي، هاي ولو انه والله ماني قادر ولا قادر. هذا منين ديجا بعد الصوت مش مليح. وعليكم السلام. رجل لنا الصوت البطاطيش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أولا يعني أنت كمعارض جزائري يعني شيء أهم. راك في القاعدة تاع السمارة ولا تاع العيون ولا وش من قاعدة؟ أنتم كاملة تظلوا مسميين القواعد. إيه المهم أنا من جيش الصحراوي. المهم يا أخي باش نشرح برك للناس اللي ما يتبعوش القضية. البوليساريو البطاطيش عندهم واحد الخيمات، يدير لك خيمه يقول لك هذه هي السماره، ويزيد يدير لك خيمه قدامها يقول لك هذه هي العيون. هي العيون هي موجوده في الواقع، واللي مسيطر عليها الدوله اللي هاك، وهو يدير خيمه ويقول لك هذه هي السماره يا خويا، ويروحوا يرقصوا تما يشطحوا. تفضل اخويا تفضل. كملت باش نشرح للناس اللي ما يتبعوش القضيه برك. خطا لما تنتهي كلام نقول يعني باش نعطي يعني المداخله. تفضل اخي، كان مشكل فلاك راك في الجزائر تبان لي، ولا راك في جمهوريه تندوف لا كونيكسيون ناقصه. بالك راك في الجزائر، جمهوريه تندوف لا كونيكسيون مليحه. ايه المهم يعني ندخل في سلب الموضوع. وراك تاكل يا خويا، راك تلمط الماكله متوفره عندكم. الحوالي لله الحمد يعني. المهم خلينا من على بالك من الاداب. شوف من الاداب تاع الكلام، مانيش ناكل والله. مانيش ناكل الانسان. ماكش تاكل قلت الكلام تاعي ورانا نسمعوا فيك. تفضل. من الاداب تاع الكلام انه الانسان ما يموتش. كمل.
والله ماني مانيش لمط مانيش لمط يعني. قلت لك اول حاجه يعني انت قلت ان قضيه الصحراء الغربيه انها يعني انتهت وانها يعني مثل كلام يعني العياش. قضيه الصحراء الغربيه سنه 1975 قال الحسن الثاني، قال هذا مجرد رعاه من الغنم وسوف يعني هي مجرد مساله اسبوع وسوف ينتهي النزاع. انا يعني نشوف النزاع عاد تقريبا 50 سنه ولم ينتهي هذا النزاع، وتوفي الحسن الثاني ولم ينتهي هذا النزاع وقريبا يعني 50 سنة لم ينتهي النزاع. لم ينتهي النزاع أولا هذه وجود البوليسات. على بالك راني على بالك علاش راني مخليك دقيقة أنا نغلق لك الميكروفون، على بالك علاش راني مخليك وراك دير في الأصوات هذه الغير أخلاقية وراك تاكل ودير باش الناس برك تشوف الأخلاق تاع العراية اللي نجيبوهم للجزائر. هادو على بالك الناس راهم يديو في ملايير الدولارات من أموالنا. شوفوا الطريقة اللا أخلاقية في الكلام، شوف القذارة في الكلام، شوف يعني قلة الاحترام. لأنه ماشي غير أنا قاعد هنا، أنك ممكن ما تحترمنيش أنا، ولو أنه من يحترم الآخر يحترم نفسه. راك ما تحترمش فيه، ما على باليش 1500 واحد ولا ما على باليش قدارهم يشوفوا فينا. راي قلة أدب كبيرة أنك تكون بالطريقة هذه. إيه أولا أنزل أمشي تسب في التعليقات. نهار تتربى اخويا، نهار تتربى. ولو انه شوف اي واحد قادر يتربى غير البطاطيش. ناس مش مربيين، اي الناس كامل تسمعوا اللايف ومسجل ومن بعد ما ينشروه على بال، وراح تشوفوا الاصوات اللي راه يدير فيها. ناس مش مربيين، ناس عرايا. كي نقول لكم بانه صارت مكه العرايا الجزائر، هاو الدليل. وعلاش انا نكره او ماشي فقط تسمعنا اموال الشعب الجزائري راهم يتحرقوا، لو كان على الاقل يتحرقوا في حاجه، يتحرقوا على عرايا ويروحوا هما يحرقوهم في لي كازينو. او شفناها ودرك نزيدو نشوفوها، درك نزيدو نطلعوا كش واحد ونزيد انا نجبد لكم الفيديو تاع البوليساريو كيفاش يلعبوا في لي كازينو في اسبانيا باموال الجزائريين. دونك ولو انه شكرا على مرورك باش بينت لنا اخلاق البوليساريو، وأكدت ما أقوله أنا دائما. قناة شفاء هذا راح يطلع يدير لنا الرقية هذا، إذا ما عرف إذا واحد حب يداويني هذيك الخطرة بالعلاج الطبيعي. واحد مساء الخير، تفضل تفضل يا الشيخ محمد، مستشاري العلاج الطبيعي والرقية الشرعية الصحيحة، ماشي غير صحيحة، صحيحة. هاي بلي وعلاش ما درتش رقية لا كونيكسيون؟ لو كان رقت درت لها شوية شلاوش لا كونيكسيون باش تكون عندك كونيكسيون مليحة. قال لك درك في الجزائر الجديدة، قال لك كي تمرض بالسرطان لا قدر الله، او ماشي تروح تحوس على العلاج ولا تروح للمستشفى ولا، او دير الرقية اخويا. عندك مشكل في القلب دير الرقية نورمال. علاش عندك كوفيد دير الرقية، ما عندناش الدواء ندوروها رقية ولا عليها كثروا لي شغلاطون في الجزائر وفي أصلنا الحالة شوية بلوكي. إيه كي طلعوا العراية تاع البوليساريو سي نورمال تيك توك، ويقول لك وش بيه اللايف هذا قادر. كي طلعوا العراية تاع البوليساريو تولي واحد القذارك. لكم شفتوا الأصوات على بالك كاين تاع كونافستان صراحة تاع الضفة الغربية العراية هذوك، وكاين تاع البوليساريو. كل ما يطلعوا نولي ايروزمون ما كنيتش بزاف في العشاء، سينون كان العبد انكرويابل. بطاطيش لا دين لهم. السلام عليكم خويا شوقي العزيز. تفضل يا اخي بزنس في الله يا اخو، اش راك تقلق يا اخو؟ والله ساعة ساعة واحد الحالات الله غالب خويا.
يا اخي العزيز، هادو ما تشكتوكا بسلوكا يا خويا، راك تعيي في روحك وتقلق في روحك اخي الكريم. يا اخي تشكتوك بسلوك اخويا، تلفت لهم يا ودي احنا دخلنا في الصحراء الغربيه واش دخلنا في الاخر يا ودي، يديروا ناس بطارات نداوي والدينا نداوي وخاوتنا. يا خويا اوينا هذوك يا جزائر، اخو اسمع هذوك جزائريين خليهم، حنا الجزائريين خليه يطيش، اسمع خليه يطيش برا يموت بالجوع ومنا نورمال اخويا، هادو جيراننا نوكلوهم والله يا ونشربوهم. العزيز يا اخو، حشيشه طلبه معيش يا اخوي، انا حابين حنايا يكون عندنا ناس بيطار. عجبتني تاع الرقيه، عجبتني تاع الرقيه، تاع الرقيه عجبتني هي. لا دركا والله راني نضحك شويه ما يصحى، دركا كثر وقال لك الرقيه اخويا، علاش انت تروح تداوي وتصرف وزيد احنا ما عندناش الدواء يا وكل، يا خويا روح اخو دير الرقية. والله الله المستعان يا اخو. لا غير عندي زوج الله الله مفاميلتي يا اخو، عندي الاخت ديالي واخو وليد عمي يا اخو توفى، ما عندهمش بزاف في البلاد ربي يرحمهم.